كلنا لاحظنا ان اللعيبة احيانا بتلبس اقنعة غريبة على وشوشهم شبه باتمان، طبعا ليها سبب غير الموضة، يعني مش غرضها الموضة، بس ايه السبب؟ لو عاوز تعرف تابع الفيديو. اللعيبة اللي تعرضوا لإصابات في منطقة الوش أو الرأس بيلبسوا الأقنعة دي بغرض الحماية بدون ما يعرضوا نفسهم للأذى. خلال كأس العالم كتير من اللاعبين لبسوا القناع ده للمشاركة في تمثيل بلادهم وما تكونش مصابة، والمشاركة في اسم رفع بلادهم، ودي بتكون مناسبة مهمة وكبيرة لأي لاعب إنه يرفع اسم بلاده. بطلب منكم الدعم عشان في مواضيع شيقة جاية، فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاوز نوصل 10,000 مشترك في أسرع وقت. اشتركوا في صفحة الفيسبوك عشان نكون عيلة. أتمنى ما تكسفونيش لأني بجد هتحمس وأجيب لكم مواضيع شيقة، فياريت ما تكسفونيش وقدموا لي الدعم. مستنيكم. سلام.